الجيش العراقي يسقط طائرة مسيرة محملة بمليون حبة مخدر. الجيش العراقي يكشف عن إسقاط طائرة شراعية محملة بمليون حبة مخدرة كان طيارها ينوي الهبوط بها في البصرة قادمة من إحدى دول الجوار، ويقال أنها قادمة من إيران. لا حول ولا قوة إلا بالله. القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في خير.